أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. إن الاهتمام بمدارس المتفوقين ودور مديري تلك المدارس وأثرهم في نجاح العملية التربوية والتعليمية فيها ينعكس إيجابيا بتحقيق طلابهم أكبر نسبة تفوق وفق روائز معينة وتركيزهم على مسابقات الروبوتيك والمناظرات لتكون تلك المدارس نموذجا يحتذى به في نظام التعليم من خلال التعليم التحويلي والتركيز على مهارات التفكير العليا وتعزيز المواطنة وأهمية التشبيك مع المجتمع المحلي. للإضاءة أكثر على مدارس المتفوقين في الجمهورية العربية السورية، يسعدنا أن نرحب بضيفين دعوتنا لهذا اليوم، الأستاذ ربيع أحمد رئيس دائرة التربية الخاصة. أهلا وسهلا أستاذ ربيع. أهلا وسهلا. والآنسة جوليا دبور مديرة مدرسة المتفوقين في صحنايا، أهلا وسهلا فيك آنسة جوليا. مرحب فيكم بقناتنا، وسنبدأ حوارنا لكن بعد الفاصل. نعود إلى ضيفينا مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم، رحب فيكم مرة ثانية. كل شيء بالأزمة تعرض إلى مشاكل، تعرض إلى صعوبات. مدارس المتفوقين صمدت كما صمدت كل القطاعات التربوية. حدثنا أستاذ ربيع عن واقع العمل في مدارس المتفوقين خلال الأزمة التي مرت بها سوريا. بالرغم من ظروف، أسعد الله أوقاتكم بداية، وكما تعلمون نحن مقبلون على اختبارات لمدارس المتفوقين للعام القادم التي تبدأ يوم الأربعاء الذي يصادف 24 الشهر. كما تعلمون برغم من قساوة الأزمة وظروف الأزمة التي مرت بها البلد وما جرى بها، استمرت مدارس المتفوقين بتقديم جميع خدماتها بما يخص لطلابنا في جميع المحافظات باستثناء محافظة الرقة وأدلب، والحمد لله في ظروف إعادة الإعمار وما نحن مقبلون عليه بإذن الله من التعافي بأطوار التعافي إن شاء الله، تم افتتاح مدرسة المتفوقين بمحافظة الرقة لهذا العام، وسيتم قبول الطلاب المسجلين الجدد لصفي السابع والعاشر لهذا العام في بريف الرقة المحرر بإذن الله. إذن ورشات العمل مستمرة، لم تتوقف أبدا، لم تعقم أي عوائق. خلال سنتين أستاذة جولية من استلامك إلى إدارة مدرسة المتفوقين، كيف الواقع اليوم بالمدرسة عندك بعد كل هذا الشيء اللي مرق على مدارس أخرى؟ يسعد أوقاتكم جميعا. مدرسة المتفوقين في صحنايا أسست بعام 2012. بالسنتين الأخيرات خلال فترة إدارتي للمدرسة، هي طبعا ثانوية بتحتوي على المرحلة التعليم الإعدادي والثانوي، تتضمن طبعا بالسنة الماضية تم افتتاح قاعة روبوتك فيها، كانت مشاركاتنا من خلال الأولمبياد بكل عام، وكان في عنا جوائز بهاي المسابقة بهيئة التميز والإبداع، كمان بالمناظرات كان في لنا فريق مشارك فيها. دائما في عنا هاجس إنه نكون طبعا على طول الأفضل. العام الماضي كان عنا طالبين اللي هن مسكرين كانوا العلامات بشهادة التعليم الأساسي. هذا العام كمان عنا نسبة تفوق عالية، لكن طبعا ان شاء الله بالاعوام القادمه بيكون كمان افضل ان شاء الله. استاذ ربيع، حدثنا انت انه السنه فتحنا بمحافظه الرقه، معناتها محافظاتنا تشمل كل ربوع القطر فيها مدارس متفوقين، ممكن نعرف التوزيع تقريبا؟ تماما يوجد في جميع محافظات القطر مدارس للمتفوقين باستثناء حاليا نتيجة ظروف الأزمة ومر بها، باستثناء محافظة إدلب حاليا يتم قبول
يتم قبول طلاب محافظة إدلب في جميع محافظات القطر وفي محافظة حما للقرب الجغرافي، نتيجة القرب الجغرافي في محافظة حما وطرطوس واللاذقية نتيجة القرب الجغرافي لهذه المحافظة، ولكن بشكل عام أبناء محافظة إدلب يتقدمون في جميع محافظات القطر ويتم قبولهم في جميع مدارس متفوقين، الأبواب مفتحة لهم جميعا. تتوزع مدارس متفوقين بكل مدرسة، أستطيع أن أجيبك عن الأعداد تقريبا بشكل تقريبي. يوجد في جميع محافظات القطر 38 مدرسة للمتفوقين، توزعهم بالنسبة لمحافظة دمشق 3 مدارس، بالنسبة لمحافظة ريف دمشق يوجد 4 مدارس للمتفوقين، بمحافظة السويداء يوجد مدرستين، في محافظة درعا يوجد 6 مدارس للمتفوقين، تم افتتاح مدرسة في منطقة إزراع نوى البصرة، وفي محافظة القنيطرة تم يوجد مدرستين، مدرسة في منطقة الزاهرة بدمشق باعتبار كونه المجمع التربوي، وفي مدينة البعث بمحافظة القنيطرة. بمحافظة حمص يوجد مدرستين، المدرسة الأولى والمدرسة الثانية. بمحافظة طرطوس يوجد 3 مدارس، 2 في مدينة طرطوس، وفي منطقة صافيطة يوجد مدرسة للمتفوقين. في محافظة اللاذقية يوجد 3 مدارس، مدرستين في مدينة اللاذقية ومدرسة في منطقة جبلة. بمحافظة حلب يوجد مدرستين، مدرسة الباسل ومدرسة عبد القادر علامه. في محافظة حما يوجد 7 مدارس للمتفوقين. محافظة دير الزور يوجد مدرسة واحدة نتيجة الظروف. في محافظة الرقة تم افتتاح مدرسة الباسل للمتفوقين، ومحافظة حسكة يوجد مدرستين، والمجموع 38 مدرسة. الحصة الأكبر في أي محافظة؟ الحصة الأكبر حاليا في محافظة حما ودرعا. السبب؟ السبب يتم بشكل تتابعي التوسع بمدارس المتفوق، إنشاء مدارس جديدة فحسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة. طبعا مدارس المتفوقين يتم العمل على تأهيل المدرسة بشكل مسبق ضمن الإمكانيات المتاحة، على ضوءها يتم افتتاح مدارس والتوسع بها. إذن هذا يدلنا على أن هناك مدارس جديدة ستكون في بقية المحافظات، هناك خطة لرفع العدد. دائما تسعى وزارة التربية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب المتفوقين ضمن مدارس المتفوقين. أستاذة جورية، ما لفت نظري أن المدارس ليست فقط في مراكز المدن، هناك مدارس حتى في البلدات أو القرى أو سميها المدن الصغيرة أيضا موجودة، كونك أنت في ريف دمشق، إذن في منطقة صحنايا هي منطقة صغيرة ليست كبيرة لكن تجمع سكاني، كيف شايفة دخول الناس تفاعلها مع المدرسة؟ الإقبال بالنسبة للمدرسة كتير كبير، وخاصة أنه هي يعني افتتحت أستاذ ربيع يمكن بالأزمة، هي يعني ب 2012 كان فقط بالريف موجود مدرسة واحدة بدوما. بهاي الفترة طبعا تم افتتاح المدرسة بصحنايا وكانت هي الوحيدة بالريف. في عنا طلاب من مناطق بعيدة، حتى أنا حسألك أنا تستقطبوا طلابكم من وين؟ تقريبا كل المنطقة المحيطة يعني فينا، في عنا كان السنة الماضية طلاب من منطقة الصبورة، خان الشيح، الكسوة، دير علي، يعني مناطق تعتبر بعيدة شوي يعني عن ورغم البعد الجغرافي طلابنا المتفوقين بيتحملوا كل العناء وبيوصلوا على مدرستهم وضلوا كل فترة دراستهم ومسابرين بالمدرسة. إن شاء الله بنشوفهم بأعلى المراتب. طيب دائما العين على مدرسة المتفوقين انه قديش كم طالب منهم جاب علامات تامة، سكرنا شو اسمه،
كيف كانت نسبة العلامات التامة بطلاب متفوقين لهذا اليوم؟ الحمد لله لهذا العام نتائج مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي تم لاحظ نتائجها بنسب من العلامات التامة المميزة جدا. على سبيل المثال من مدرسة نزير نبعة للمتفوقين بمرحلة التعليم الأساسي فقط 9 طلاب على علامات تامة، والنسب الأعلى بالعلامات التامة كانت على مستوى القطر، كانت من مدارس المتفوقين. مدارس متفوقين. إذا نفسنا لدينا تفوق ولدينا كمان علامات. لدينا تحصيل كاملة. تحصيل دراسي مميز. بالإضافة لم نقتصر على بمدارس المتفوقين على التحصيل الدراسي فقط، أو كان لدينا ميداليات ذهبية في أولمبياد اليافعين يوم أمس، ذهبية وفضية وبرونزية. تقريبا 35 طالب من مدارس المتفوقين ممن حصدوا الذهبية والفضية والبرونزية. نعم، إذا بدأنا يعني نلحظ أن طالب المدرسة المتفوقين ليس فقط دراسيا، هو في أنشطة أخرى وفي مجالات أخرى من الابتكار، من التفوق، من الإبداع، وهذا ما يعني ما نخطط له في التربية الخاصة في وزارة التربية إن شاء الله. خطر ببالي هون بس سؤال، في فرق بين التعليم الخاص والتربية الخاصة؟ التعليم الخاص له مجال المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة، المجال الخاص. أما التربية الخاصة تعنى بالطلاب المتفوقين كونهم لهم احتياجات خاصة وقدرات خاصة، والمدارس الدامجة التلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة كونهم ذوي احتياجات خاصة. فالتربية الخاصة بالمضمون هنا هي تربية خاصة من حيث نوع ما تستقطب. فهي تستقطب طلاب المتفوقين، تستقطب اتجاهين مختلفين تماما، اتجاهين مختلفين ولكن يصبون بخدمة واحدة هي خدمة هذه الفئات. التربية الخاصة موجودة كدائرة في كل مديرية التربية ولا وين بالمحافظات؟ دائرة التربية الخاصة موجودة بمديرية الإشراف التربوي بوزارة التربية الخاصة، بكل مديرية من مديريات التربية يوجد شعب التربية خاصة تعنى بالطلاب المتفوقين والتلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة. نعم. بدنا نفوت شوي بالتعليمات الناظمة للترشح لمدارس المتفوقين. صرنا 3 أسابيع عم صد ورد، وطلعنا نحن وشفنا كيف كثافة العمل. أستاذة جولية، كيف كانت التعليمات وكيف كان يعني رد فعل المواطنين والأهالي على التعليمات؟ بالنسبة للصف السادس اللي ناجحين على الصف السابع، يعني اللي بدهم يدخلوا على المرحلة الإعدادية، في مجموعة شروط للدخول. أول شيء تحقيق شرط العمر. الشغلة الثانية واللي هي المجموع أو التحصيل بالصف السادس، يعني المفروض أنه يكون الطالب جايب فوق 1800 كمجموع لمحصلة الفصلين. إضافة أنه يكون فترة الدراسة مستمرة، يعني ما في أي انقطاع. نعم. فهذا يعني موضوع التسلسل الدراسي ضروري لحتى طبعا يثبت هذا الشيء. بده يجيب من الصف الأول للسادس ما يثبت أنه لم ينقطع. تمام. إذن العمر والعلامات وكمان التسلسل الدراسي هو هدول أكثر شرطين، أكثر شيء يعني بهاي الفترة نحن ندقق عليهم بفترة التسجيل، مع مراعاة أنه ممكن فترة التسجيل ما تكون كافية لأنه هذا الأهل يعني يحصلوا على تسلسلات دراسية ممكن ناقلين من مكان بعيد أو مكان شيء بعيد. فنحن في أريحية كأنه ايه شفت أنا فنحن يعني منسجل لكن بشرطي، تسجيل شرطي، وفي حال نجاح الطالب مباشرة بيستكمل كل الأوراق المطلوبة. هدول بالنسبة للصف السابع. الصف العاشر الطلاب اللي حاصلين على العلامة التامة يعني 3100 هدول بيدخلوا بدون أي اختبار، وهن مش من ضمن العدد المحدد للاستيعاب. تمام. ايه يعني ما بيزاحموا الطلاب اللي بعدهم. لا تمام. أكيد. اللي حيفوزوا بالامتحان حسب الاستيعاب بالمدرسة، مثلا استيعاب 60 طالب أو 90 طالب، فهن بيكونوا
خارج هدول العدد. الأوراق المطلوبة أول شيء وثيقة الصف التاسع، شرط يكون محقق علامة فوق 2800، وكمان شرط العمر طبعا شيء أساسي، يكون غير منقطع ومستمر من الصف الأول للتاسع، وغير منقطع لأنه في كمان أسئلة بتكون حول أنه مثلا هذا الطالب دارس صف التاسع دراسة حرة، فهذا يعتبر انقطاع. نعم، هدول هن الشروط هيدا. نعم، هالشروط هن كل سنة نحن تقريبا تمام. بس بيختلفوا شوي عن السنوات السابقة أستاذ ربيع ولا؟ هلا هن كل سنة نفس النمط، نفس الآلية من حيث الأوراق، واتباعا كل عام يتم لحظ الملاحظات اللي موجودة خلال العام المتداركة ويتم التعامل معها، ليس من باب التدارك بل من باب الديناميكية، تسهيل الأمور، تبسيط الإجراءات قدر المستطاع. ذكرت زميلتي جانب مهم، هو الموضوع أنه الصفة الحرة هو الموضوع ليس على وجه التحديد الطلاب المتقدمين بصفة حرة، بقدر ما الموضوع موضوع انقطاع، قد ينقطع الطالب عن المدرسة ويتقدم بصفة حرة. من ضمن الشروط للتقدم لمدارس المتفوقين أو التسجيل ألا ينقطع وعدم الرسوب، هذا يتطلب تسلسل دراسي للطالب من الصف الأول حتى الصف التاسع إن كان بمرحلة التعليم، إن كان الثانوي متقدم للصف الأول الثانوي، وإن كان متقدم للصف السابع الأساسي يتطلب تسلسل من الصف الأول حتى الصف السادس، كي تراعى فكرة بأن الطالب لم يرسب خلال أي عام من الأعوام. طبعا هون يعني قد يكون في بعض الطلاب شوي بياخذوا على خاطرهم أنه أنا متفوق بس أنا ظروفي خلتني أن أقطع، بس كمان نحن مقاعدنا محددة وما فينا نستوعب الكل، ممكن بالمستقبل إن شاء الله إذا فتحت المدارس أكثر نراعي الحالات الخاصة هاي، إنه إذا عندي طالب أنا كثير متفوق وشرط العمر ما زبط أو كان انقطاعه لسبب ما، يعني ما بعرف. أنتوا دائما عم تحاولوا تكونوا مع الطالب وليس ضد الطالب. دائما يجري العمل لنكون مع الطالب، ولكن التعليمات تنص على قواعد محددة، هذه القواعد وفق معايير، هذه المعايير لم تأتي عبثا، وفق معايير علمية، معايير مدروسة تم وضعها بعناية، كون نتعامل نحن مع شريحة خاصة جداً بحاجة إلى أشياء خاصة، فنحن عم نراعيها هذا الشيء. قد يتفضل البعض بهذا الخصوص بأنه ابني محقق العمر بس ليش عم تطلب تسلسل دراسي، قد يكون طالب مسبق عام ورسب بأحد الصفوف، كيف يتم ملاحظة؟ تمام، إذا إثبات أني لم إثبات أني مستمر هذا يدل تماما. طبعا كاميرا التربوية زارت مدرسة متفوقين في منطقة دوما، وكان لدخولنا إلى هذه المدرسة أثر كتير نفسي رائع في نفوسنا وملاحظتنا الأهالي اللي عم يجوا والطلاب الموجودين وكيف الأسئلة والصد والرد تبعكم. أنا بعرف الأستاذ جوري أكيد عانت من هذه المعاناة، كل اللي بده يدخل حابب أنه يسجل بالمدرسة بغض النظر عن كل الشروط، فأنت بدك تقنعه دائما أنه لا دير بالك في عنا شروط كذا. إذن خلونا عنا هالمادة نتابعها من مدرسة المتفوقين في دوما، ثم نعود لنستكمل حوارنا. نرحب بالأنسة لورنس حداد مديرة ثانوية المتفوقين بدوما، تحكي لنا عن ثانوية المتفوقين وإمتى تأسست؟ أهلا وسهلا فيكم بوجودكم معنا بهي أيام التسجيل. طبعا ثانوية المتفوقين هي من أقدم الثانويات اللي بدأ فيها تأسيس مدارس المتفوقين، فمن عام 1999 كانت العشر سنين اللي قبل الأزمة كانت ثانوية، طبعا كان كل محافظة ثانوية واحدة، وكانت ثانوية المتفوقين اللي بدوما فينا نقول من أفضل المدارس، كان يقال طبعا ما فيني أنا قيم، كان يقال إنه من أفضل مدارس المتفوقين في سوريا.
كان يوم اللي بدي دمج التكنولوجيا بالتعليم كانت الدورات بتنطلق منا. يوم اللي كان شباب السوري ينطلب لبرات البلد كان شباب متفوقين دوما يطلعوا منا. طلعت بعثات على بريطانيا مثلوا الشباب السوري. كان إلى شيء كتير حلو. مع الأسف دخلت الأزمة 10 سنين، المدرسة انهدت تركناها. طبعا نحن قاعدين ببناء استعارة. السنة الماضية حبينا رغم كل الظروف وتحدينا، طبعا أنا كنت مديرة ثانوية بغير مدرسي، حبينا نرجع نأسس من أول وجديد. طبعا الظروف كانت كتير، إمكانات قليلة، ومع هيك بنقول ألف الحمد لله الإقبال صار عليا كتير كبير، وفينا نقول إن شاء الله نجحت وعلى الطريق الصح. وبإذن الله نتيجة اللي عم نشوفه من التسجيل الكبير إنه أخذت صيت، بإذن الله نحاول يعني لو نقدر هيك ترجع مثل أيام زمان. شرط العمر مواليد 2010 مقبول، تمام. المجموع مقبول وقسمنا على 2 907.5 مقبول، تمام. الاوراق الكامله من تسلسل الدراسي، تسلسل هلا جايب صف رابع وخامس وسادس، تمام. طيب تسلسل اول ثاني ثالث باي مدارس كانت بنتك بالاول والثاني والثالث؟ طيب بالشام مالك جايب لنا هلا التسلسل الدراسي معك؟ طيب هلا احنا اذا سجلنا رح نسجلها شرطي، تمام. في حال اذا ان شاء الله نجحت وانقبلت بدها تكمل لنا اياها. أنا والد طفلي ملاك الفوال. يا أهلا وسهلا. ليش جاي تسجل بنتك المتفوقين؟ مدرسة مسموعياتها كتير جيدة، أفضل مدرسة بدوما، وإن شاء الله بتكون يعني هي عند حسن ظني بأني أنا بسجلها بالمتفوقين. استكملتوا كل الأوراق المطلوبة؟ إيه كل الأوراق سجلتها وأخذت الورقة تبعها وبدها تكون جاهزة للامتحان. طيب كيف استعدادها للفحص ليوم الأربعاء؟ والله بدك تسألي ألا، أنا بازل كل جهدي فيها يعني. تمام ننتقل، أعطيك العافية. الله يعافيك. تعرفين عن اسمي؟ ملاك الفوال. أي صف أنت يا ملاك؟ سادس. هلأ نجحت على السابع. وليش اخترتي هاي المدرسة بالذات؟ أحسن عنا مدرسة بدومة ومسموعة جيد ومنيح. كيف تحضيراتك للامتحان؟ منيحة إن شاء الله نطلع فوقي. مشاهدينا نعود لاستكمال حوارنا. شاهدنا هالمادة، شاهدنا كيف العاملين في الكوادر بالمدارس المتفوقين عم يعانوا. معلش خليني اسال الاستاذه جولية، قديش عانيتوا انتم بانه تعتذروا من الاشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط المناسبه؟ احكي لنا. 3 اسابيع انا بعرف انه كانوا كثير 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 صعبين عليكم. والله كثير في معاناه. أول شغلة هي معاناة من خلال أنه هي تسلسل دراسي، فنحن كنا كتير متساهلين بهذا الموضوع، فنسجل مثل شرطي. ما حكينا شرطي، نعم. تسهيلا طبعا
شفت الاوضاع وظروف المواصلات مشوار تمام بعيد مثلا مشوار بعيد ونسيان الورقه لا ما نعذبهم من هذا الموضوع تمام. في شغلات تانية مثل انه ممكن ولي امر يكون جاي بده يسجل بس هو ما حاطط موضوع العمر بالحسبان فهي فهي كمان تكون صدمه شوي بالنسبه لهم. احيانا بيمر معنا طلاب هن ممكن عاملين يعني صبر بالصف الاول يمكن اولاد المدرسين بيسبقوا سنه فهدول كمان ما بيدخلوا بالحال لا اذا عامل صبر متميزين بيمشي الحال بيمشي حال انه ولي الامر مثلا ممكن مدرس مدرسه انا من الملاحظات اللي شفتها انه كثير ولي امر او ولي امر بتجي بتقول له انا ابني كثير شاطر بس ناقصه مثلا شويه اجزاء قد يكون من شو اسمه كيف كمان هي بدنا نعالجها هي بدنا نطول بالنا اكيد خصوصا انه مرحله التعليم الاساسي بتكون شوي هي كيف بدنا نقول هيك مع الطلاب يعني دقيقة شوي دقيقة نعم. حتى تعامل مدرسينهم بيكون غير معهم فهن بيوصلوا لمرحلة التعليم الإعدادي مختلف تماما طبعا صعب عليهم شوي الشروط لكن الشروط شروط والمدرسة واقع خاص نحن عم نتعامل مثل ما قلنا بشوي مع شريحة خاصة بدنا نقدم لها كل الإمكانيات فمضطرين نحن تكون شوي شروطنا ما بنقول قاسية أو صعبة لكن تستحق أن يكون طالب ينتسب إلى مدرسة المتفوقين. أستاذ ربيع هالسنة صار في تعديل بدرجة الصف السادس عن السنة الماضية شو الأسباب؟ من حيث الأسباب هو تطور المناهج طورت على ضوئها الجلاء المدرسي ضربت العلامة بعشرة علامة الجلاء من ألف بينما علامة الاختبار في العام الماضي علامة الجلاء من 180 كانت علامة القبول تم ضربها بعشرة بما يناسب الجلاء المدرسي نتيجة المناهج المطورة وتطور المناهج طور الجلاء المدرسي فتطوير الجلاء المدرسي على ضوئها تم تطوير التعليمات بما يخص 1800 اللي هي علامة القبول بالنسبة للطلاب في مدارس المتفوقين طبعا هي العلامة مجموع الفصل الأول زائد مجموع الفصل الثاني تقسيم 2 تحتسب العلامة من 1000 بعد تقسيمها ودرجة الاختبار من 1000 ما يوازي 50% للاختبار 50% للجلاء المدرسي. نعم هذا التغيير عن السنة عن العام وهذا نتيجة مواكبة المناهج الجديدة المطورة. نعم. نحن حكينا هلا كله عن ما سبق لكن نحن على أبواب يوم الأربعاء يوم مشهود بتاريخ المدارس المتفوقين وبتاريخ التربية يعني وزارة التربية كلها. ورقة الإجابة أستاذة جولية كيف يتعامل الطالب معها؟ أنا شفتها شوي بتخوف الورقة يعني فممكن نحن نورجيها للمشاهد نشرحها شوي في شيء اسمه تظليل في شيء يعني كيف يتم شرح هذا الموضوع للطالب قبل الدخول شوي نعطي المشاهد اطمئنان يعني بالبداية بيتم تنبيه الطالب لكتابة المعلومات اللي موجودة بأعلى الورقة ومن خلال المراقبين اللي بيكونوا موجودين بالقاعة بيتم تعليم الطالب في رقم امتحاني للطالب من خلال الهوية اللي عم ياخدها أو تماما بطاقة أثناء التسجيل امتحانية في رقم موجود عليها هذا الرقم بيتظلل على ورقة الإجابة بطريقة معينة فالمراقبين اللي بيكونوا موجودين بالقاعة هن بيشرفوا على تظليلها مشان ما يكون في عنا أي خطأ تمام لانه بدها تفوت على الكمبيوتر ما هيك استاذ ربيع فاي غلط فهي مشكله بالنسبه للطالب هي على الصفحه الاولى انا بس اذا سمحتي بس بتم تنبيه الطلاب لمشاهد الصفحه الاولى اذا سمحتي اذا هذه الصفحه هي وجه الصفحه الاولى هون سيكون هناك تظليل لرقم الامتحاني الموجود على البطاقه اللي اخذها اثناء التسجيل باشراف الاساتذه الموجودين بالقاعة. او الموجودين بالقاعه نعم.
بالخلف شوفي. سيتم في هذا العام تزليل نعم. ورقة الإجابة من قبل لجان تزليل مختصة، تظلل ورقة الإجابة للطالب مع الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، يدخل الطالب إلى القاعة، الرقم مظلل، الورقة جاهزة مع الرقم الامتحاني كي نستدرك أي خطأ من قبل طالب، حرصا على أبنائنا الطلبة والعملي بيهدينا أعصاب الطلاب، أعصاب أولياء الأمور، إنه ما يأكل الهم. في لجنة هي حتكون مشرفة على التظليل، كونه طالبنا ملسى أول مرة بيخوض هذه التجربة. حتى إذا طلابنا من الصف السابع الأساسي قد يواجهون صعوبة بعملية التظليل. معلش أنا قبل ما تكملي أستاذة جورية بدي أسأل سؤال، المشرفين على هذا التصديل خضعوا للتدريب مسبق وبيعرفوا طبعا جميعهم من أخصائيين من كوادر المعلوماتية والامتحانات نعم. إذا كان في خطأ فالخطأ بشري قائم في أي لحظة، ويمكن تداركه يمكن يستدرك تلقائيا نعم. إن شاء الله. تفضل أستاذ. الصفحة الثانية إجابة نعم. هذه صفحة إجابة تمام. فالطالب معه دفتر اللي فيه الأسئلة، يعني أكثر من ورقة ده. بالبداية من نبهه لأنه عدد الأوراق أنه تكون ممكن يكون بخطأ بالطباعة أو واحدة أو تمام الخطوة الثانية نحن مننبه بالبداية أنه يجاوب أو يأشر على الإجابة الصحيحة على الدفتر بقلم رصاص وبعدين بينقل الإجابة على ورقة الإجابة بالقلم الأزرق الناشف ده. كمان شغلة تانية إنه بس خلينا نوقف شوي شوي، نحن عم نمشي، الطالب بده يكون معه قلم أزرق وقلم رصاص ومحاية ومسطرة ومسطرة قل لك ليه نعم. لأنه أنا بعرف ليش كتير نعم. مرات كتير الطالب خصوصا طالب صف السابع مثل ما عم بيقول الأستاذ ربيع فبيحصل إنه هو بالنظر أو التماهي فبيجاوب على سؤال قبل سؤال أو خدع النظر قائم يعني هذا كله المسطرة فممكن أنه بيحطها فبتكون الإجابة أدق وبنفس إذا بنقول له طالبنا يدير باله بالنسبة للسؤال أنه المسطرة مشية واحدة مشان ما تروح عليك ولا سؤال مشان تكون أنت عم تجاوب بنفس السؤال اللي أنت عارفان أنه شو هو السؤال نعم. إضافة أنه المراقب الموجود بالقاعة المفروض ينبه لموضوع الوقت لأنه الصغير بالعمر يعني الصف السابع يعني أنا بدي جواب بالأول برصاص وبعدين بدي أنقل قد هذا في ناس سريعين في ناس بطيئة شوي يعني فدائما بيتم تتبع هذا الموضوع طب هذا ما بيربك طالبنا شوي ممكن الوقت منيح ساعتين والأسئلة مدروسة على أنه يلحق يأشر ويظلل وكل شيء أكيد أنا بعرف هذا الشيء بس الزمن هون في شيء يعني شيء لصالح الطالب ولا لا في زمن أكيد. كمان زمن محسوب أنه لا كمان أنا بدي سرعة بالإجابة ولا لا أستاذ ربيع الزمن مدروس وفق معايير القياس التقويم والقياس الخاصة بأوراق الامتحان بالامتحان بنمط الأسئلة وبنمط الإجابة ويراعى فيه وضع الطالب بالنسبة للمرحلة العمرية سواء كان صف سابع إذا صغير غير الأكبار إذا تجربة سابقة في منهم مساعدين تجربة سابقة أو لا تماماً. إذا بطيء ولا سريع بالإجابة تماما من حرص زميلتنا الأنسي جورية كونها مديرة مدرسة وأم من حرصها عم تأكد كتير على موضوع أنه يكون يكتب عم تعلمه الطريقة اللي هي حابة أنه تخدمه فيها للطالب يعني الطالب اللي عم يجي لعند الأنسي جورية وعن أنا شفت المدارس الثانية مو بس عم يسجل لا عم نقول له تعال شوف الورقه وهيك ونشرح له ونقدم له ونأخر له بحيث انه يفوت على الامتحان وهو مطمن وهو ان شاء الله مرتاح شاء الله. نعم موضوع انه قلم الرصاص وقلم الناشف لانه ممنوع انه يكون في حك او تنسق بالورق نعم. يعني كمان بيخسر نعم او ما بياخذ حتى الحاسب لهيك نحن بنأكد على موضوع انه اول شيء بالقلم الرصاص بعدين بالقلم الازرق وما تتم عملية الحك أو الشد لحتى ما إذا بدنا ينتبه طالبنا أنه ما يكز كتير تكون الأمور سلسة عادية أي ثقب بيحسن إذا ثقبت يقول أنا بدي ورقة غيرها
ولا لا؟ هون الجواب عن الأستاذ. يجب أن يراعي أبنائنا الطلبة بأن الورقة لمرة واحدة. لمرة واحدة. متى ما فتنا على الامتحان كتبنا اسمنا ورقة. تمام. خلاص. هذه الورقة واحدة. وفي شغلة كتير لاحظناها سابقا أنه على سبيل المثال سني الورقة. بعض أبناءنا الطلبة يسني الورقة فهذا سني ما بتفوت على الجهاز لا يرفضها الساحب الخاص بعملية إذن طلابنا تعاملوا مع الورقة كما هي، ديروا بالكم عليها، هي جوهرة ثمينة رح تحدد مستقبل لسنوات قادمة. والأساتذة الموجودين حاضرين، يعني أي سؤال بدون يعني أنت خربطت أو حبيت أو شيء أو شكيت بشيء اسأل قبل ما تخوض تجربة الكتابة واضطر تمحي طيب نحن عنا فاصل نرتاح شوي، نتابع الفاصل ثم نعود لاستكمال حوارنا. مشاهدينا الأحبة، نعود إلى استكمال حوارنا مع ضيفينا بالحديث عن مدارس المتفوقين. حديث جميل ورائع وما بيخلص مثل ما نقول. ونحن وعدنا إن شاء الله سنعد المشاهدين بأنه لن تكون هذه الندوة هي الندوة الأولى، سيكون هناك سلسلة ندوات تتحدث عن مدارس المتفوقين، ويكون عندنا لسه مع بداية العام الدراسي انطلاقة لكل هالمدارس. أستاذة جورية، شروط الانتقال من المدرسة الحكومية إلى مدارس المتفوقين بالنسبة للصفوف الانتقالية، شو في عنا شروط؟ بالنسبة للانتقال المدارس العامة للمدارس المتفوقين للصفوف الانتقالية من الثامن والتاسع البداية، مع ملاحظة أنه ما بنترك الشروط اللي كنا حكيناهم شوي، اللي هن شرط المجموع بصف السادس فوق 1800، العمر كمان، بس حكونا عن شروط جديدة هلا، والتسلسل الدراسي، إضافة لأنه بيتم حساب العلامات بالصفوف اللي مثل مثلا إذا داخل على التاسع فبدنا جلاء السابع وجلاء الثامن، وبتم احتساب العلامات أنه يكون حاصل أول شيء التلميذ على 90% على الأقل من مجموعة درجات كامل. بعدين بيتم تفنيد العلامات المواد الأساسية مثل الرياضيات، الفيزياء والكيمياء والعلوم مثلا بالنسبة للسابع والثامن، في الاجتماعيات، اللغة العربية، اللغات، لها نساب كل واحدة، تمام، كلهم بده يكونوا كمان 90%. مين بيقوم بعملية الحساب؟ عملية الحسابية ممكن المدرسة، بيكون في لجنة بالمدرسة اللي هي مشكلة من مدير المدرسة وإضافة للإرشاد، فبيتم حساب هدول العلامات وبيتم إبلاغ دائرة البحوث بنتيجة هذا الطالب. طبعا دخول الطلاب بالنسبة للصفوف الانتقالية هو بيخضع لشيء اسمه مفاضلة، يعني اللي محقق العلامات الأعلى هو اللي بيدخل على المدرسة، شرط توفر الشاغر. إذن حسب ما فهمت أنا أنه كل مدرسة بترفع أنه أنا عندي شواغر، يوصل إلى دائرة البحوث، دائرة البحوث بتشوف أنه نحن شو عنا شواغر، تقدموا كل الطلاب إلى دائرة البحوث، هون صارت العلاقة مع دائرة البحوث لتشوف أنه شو عنا شواغر وبتوزعون على المدارس، تمام هيك سأل. بالأسبوع الإداري قبل بداية العام الدراسي يتم تلاحظ جميع الشواغر في مدارس المتفوقين ورفعها إلى الدائرة المختصة، دائرة البحوث بمديرية التربية المعنية، يتم تشكيل لجان خاصة بمفاضلة ملء الشواغر، تتم وفق مفاضلة خاصة، من شروطها كما تفضلت زميلتي أن يكون 90% بمجموع المواد الأساسية للطلاب المتقدمين لملء هذه الشواغر، تتم المفاضلة حسب تسلسل الدرجات الأعلى يتم قبوله في المدرسة حسب توفر الشاغر. تمام. طلاب التاسع اللي بدهم ينتسبوا لمدرسة المتفوقين وهن طلاب مدرسة المتفوقين بينتقلوا مباشرة للعاشر ولا شو؟ لا. نعم. كمان بيخضعوا لاختبار التفوق. ترشح جديد. إيه؟ طيب حنحكي عن الترشح وليش؟ لأننا ننتقل إلى مرحلة جديدة.
مرحلة التعليم الأساسي، مرحلة التعليم الثانوي، الانتقال إلى مرحلة جديدة يتطلب اختبار جديد يناسب هذه المرحلة التي يعني ممكن نحن الطالب مثلا خلال فترة التعليم الأساسي ما شد الهم كثير، ما حط عقله براسه مثلا، التهى أو شيء، فوصل هلأ بده يفوت على مدرسة المتفوقين مرحلة ثانوية، لا يستحق، لا يستحق. وفي طالب برا مجهز حاله وتعبان على حاله، بس أنا ما دخلت من الصف السادس على مدرسة المتفوقين. نؤكد على جانب في مدارس المتفوقين أن الاختبار هو اختبار للقدرات وليس اختبار للتحصيل الدراسي. فالاختبار يعنى بالدرجة الأولى والأخيرة بقدرات الطالب وبمهاراته وبميزاته التي تفوق عن أقرانه، ليتم قبوله حسب تسلسل تفاضل الدرجات. الأعلى يتم قبولهم وفق القدرة الاستيعابية للمدرسة التي يتقدم إليها الطالب. يعني أي أولوية لطالب المتفوقين قبل العاشر ما في، بده يخضع على ترشح جديد ومحص جديد وكأنه طالب جديد 100%. طيب نحسن نقول شو استفاد من الثلاث سنين اللي قعدهم هو سابع وثامن وتاسع بمدرسة المتفوقين؟ بأي منحة إذا ما طلعوا له؟ إذا ليش قبلته بهالثلاث سنين وما ديت بالي عليه وصلته للعاشر لحتى يكون بهالمستوى العالي؟ نفس الفكرة قال الأستاذ ربيع، أنه مرحلة مختلفة عن المرحلة اللي بعد. إذا طالب التاسع اللي تخرج من مدرسة المتفوقين بده يدخل هلا على العاشر بمدرسة المتفوقين، بده يخضع إلى امتحان ترشح جديد. سبب هذا الامتحان أستاذ ربيع؟ الانتقال من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى. الطالب كان بمرحلة التعليم الأساسي وحاليا انتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي، يخضع بهذه المرحلة إلى اختبار قبول جديد يتم قبوله حسب تفاضل الدرجات. إتاحة الفرصة لعدد كبير من أبنائنا الذين لم يتقدموا لاختبار قبول بمرحلة التعليم الأساسي ليتقدموا بمرحلة التعليم الثانوي ويتنافسوا مع أقرانهم. من بين عندما نعود إلى قوائم النجاح والرسوب للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي على سبيل المثال للصف السابع، نجد بالتسلسل ما بين حسب القدرة الاستيعابية للمدرسة ما بين رقم 1 حتى 60، إن كانت القدرة الاستيعابية للمدرسة 60 طالب، رقم 61 لم يتم قبوله. قد يكون طور مهاراته وقدراته بالصف الأول الثانوي ويحب المنافسة، ألا نفتح له الباب للتنافس؟ طيب هون معناتها أساتذة جورية طالبنا اللي بمدرسة المتفوقين ثلاث سنوات بده يشد الهمة كتير لحتى يعرف حاله أنه أنا كمان بالعاشر عندي ترشح، وما بيكفي أني أنا دخلت وحجزت مكان، لا، في حدا برا ناطر وبده يتنافس معي بهذا الموضوع، فلازم أنا شد الهمة. قديش بتشوفي أنت أنه طلابنا مهتمين اللي بقلب مدرسة المتفوقين وعينهم على العاشر؟ هلا بصف التاسع بتزيد عندهم هاي الرغبة أكثر، سابع وثامن شوي هيك بيرخوا إنه هن موجودين بالمدرسة، بس بالتاسع لا، بصيروا بيفكروا أكثر بالموضوع إنه أنا لازم أجيب علامات عالية لأنه في حدا برا. إيه تماما. نعم. إذا هذا حافز كبير، في إقبال كبير على المدارس المتفوقين، فدائما في سؤال إنه نحن كيف فينا نفوت على المدرسة، شو الشروط اللي لازم مثلا إنه تكون. ففي طلاب مثل ما حكى الأستاذ ربيع مثلا أنه بيجيبوا علامات عالية مثلا صف التاسع وما بيفوتوا لعنا على المدرسة وبيكونوا من طلابنا. هني ما بدون يكملوا؟ لا ما بيهم بالاختبار. نتيجة تنافسية شديدة معهم. ما بصحلوا. يكون في طلاب من مدارس تانية جايبي علامات ثابتة حالة. دوركم كإدارة قديش صعب أنه أنتوا تحافظوا على طالبنا اللي موجود بمدرسة المتفوقين وينتقل معنا للعاشر، وخصوصاً أنه نحن تعبنا عليه ثلاث سنين، قديش بتحسوا أنتوا بهالمسؤولية؟ والله أكيد، ونحن حتى مثل ما حكينا أنه بالتاسع كتير مننبههم لهذا الموضوع، أنه عملوا حسابكم أنه نحن منحب أنه ما نخسركم، يعني صح منحب أنه يجينا طلاب جداد وهنا يستحقوا أنه يكونوا موجودين كمان معنا ومعكم، بس كمان أنتوا صار لكم ثلاث سنين عنا فلازم تشدوا حالكم أكثر ويكونوا علاماتكم وتنجحوا بصبر القبول. نعم. فمنبههم على هذا الموضوع أكيد. نعم. والشهادة الضامنة فقط هي العلامة التامة. العلامة التامة جيب علامة تامة وخلص، ما يدخل بدون وإضافة إلى العدد.
إضافة إلى العدد. ليس من جملة من ضمن التعليمات عدد الطلاب في الشعبة الصفية يتراوح ما بين 20 إلى 30 طالب في الشعبة ولا يزيد. الطلاب الحاصلين على العلامة التامة يتم قبولهم إضافة إلى العدد ضمن الشعبة الصفية. من باب التنويه موضوع الحفاظ على الطالب على معدله وتحصيله، من ضمن الشروط الموجودة بمدارس المتفوقين أن لا يتدنى معدل الطالب بالمدرسة عن 85% خلال العام الدراسي. نعم. فعلامات ودرجات الطالب وتحصيله الدراسي هذه من ضمن ما ذكرت كم الحمل كم هو على مديري المدارس والكادر الإداري والتدريسي ضمن المدرسة. ابني بدي حافظ عليه ضمن هاي المدرسة، أنا تعبت عليه بدي مستمر دائما جهد متراكم دائما سعي نحو الأفضل. من جملة التحديات الموجودة بين مدارس المتفوقين هي درجة التنافسية ما بين الطلاب أنفسهم ضمن الشعب الصفية وما بين الشعب الأخرى وما بين مدارس المتفوقين، فحجم التحدي كبير وحجم الحفاظ على أبنائنا ضمن مدارس المتفوقين أكبر. نعم. طلابنا دخلوا مدارس المتفوقين، وصلوا للبكالوريا، اجتازوا امتحانات البكالوريا، وهلأ بدنا يفوتوا على الجامعة ونحن عيوننا عليهم أنه لوين بدهم يدخلوا وين بدهم يحصلوا. قديش نحن بهاللحظة لحظة الفراق صعبة هي، لكن بالمقابل لما بنشوفهم بأعلى المراتب قديش بنكون نحن مسرورين. كيف منأهل طلابنا نحن بمرحلة البكالوريا مثل ما أهلناهم بمرحلة التاسع أنه ديروا بالكم لازم أنتوا تترشحوا بترشح جديد، كيف لازم يديروا بالهم طلاب البكالوريا كمان أنه أنتوا بدكم تفوتوا هلأ بأعلى خلينا نسميها القطاعات التربوية والتعليمية، ومو شرط كلياتنا طبية ومو شرط كلياتنا معلوماتية، لكن يلي بدك يا أنت ادخله. كيف نحضر طلابنا نحن ببداية العام؟ أكثر شيء بتكون زياراتنا لطلاب سابقين كانوا موجودين عنا، فبيجوا بيزورونا فنحن إيه بيكونوا كل واحد صار بفرع بالجامعة، فهن هدول من دائما نسعى أنه هن يكونوا على تماس مع الطلاب بمرحلة التعليم الثانوي. حتى عنكم نشاطات أنه الطلاب هدول اللي فاتوا بيجوا بحبي شوي بياخدوا بيعطوا مع ففي زيارات دائما مع زملائهم بيحنوا للمدرسة، فبدائما بيكون في زيارات منهم لهدول الطلاب للمدرسة بتم من خلاله طبعا لقاء بينهم وبين طلاب البكالوريا اللي بيكونوا موجودين عنا. نعم. هذا الموضوع بيريحهم شوي بس انتوا شو دوركم بالتريح كمان؟ كتير مو شوي. نعم. حكينا شوي عن تجاربك مع طلاب البكالوريا بالذات باعتبار انه هلا حصيله اما 6 سنوات من مدارس المتفوقين او 3 سنوات من مدارس المتفوقين، يعني مو حصيله طالب البكالوريا بتحس انه هو اخذ الجزء الاكبر من اهتمامنا، يعني 10 11 مرحله انتقاليه عادية، بس انه طالب البكالوريا والله انا بعرف شو طلباتهم دائما مو كثير عادية، حتى بالعشر والحادي عشر لا مدارس التوقيت مو عادية، يعني انا متجربة شخصية يعني على الحقيقة يعني نعم هنيك فوق العادة من ايه نعم بنحاول انه نظبط كل الطلبات اللي بدهم اياها من حيث انه البرنامج يكون مريح بالنسبة لإلهم. الكادر كمان نفس الشيء، ممكن مثلا في حصص فراغ نحن نكون على تواصل معهم، ما نضغطهم كثير لأنه هن بيكونوا مرحلة صعبة بالنسبة لهم. أول شيء السن اللي هو سن مراهقة، ثاني شيء مرحلة أو سنة البكالوريا سنة تحديد مصير بالنسبة لهم، فكتير من راعي هذا الموضوع. طلاب الناجحين من مدارس المتفوقين وين بيروحوا أكثر شيء بخلال التجربة بعد البكالوريا؟ برصد أكثر الإحصائيات من خلال الطلاب اللي عم يراجعونا بشكل عام، واللي طبعا صارت بيننا وبينهم علاقة صداقة
كونهم من أبنائنا اللي تقدموا وتم قبولهم بهي المدارس. أغلبهم عم يكون توجهاتهم ما بين، طبعا بدنا نركز على نقطة كتير جوهرية قبل ما أحكي على وين راحوا طلابنا، اللي هي قدرات أبنائنا شيء وطموحات الأهل شيء آخر. دائما بكثير من السياقات بنشوف أنه بتتعارض قدرات الطالب مع طموحات الأهل. من أحد أصدقائي المقربين جدا طموحه كان هندسة معلوماتية وأسرار الأهل كان على الطب. تقدم إلى الطب ودرس بناء على رغبة الأهل ولم يبدع بمجال، لأنه فعليا رغبته كان دائما. منركز على فكرة قديش الأهل قادرين يزرعوا الطموح اللي بيناسب قدرات أبنائهم، اللي بيناسب رغباتهم، اللي بيناسب اختياراتهم. قد بأي مجال نرغبه نبدع. هلأ نحن بهالملاحظة ما فينا هلأ كتير نحن نتجاوز أنه آلية القبول ما زالت في الجامعات شوي يعني خاصة بوزارة التعليم العالي، لكن يبدو أنه في بعض الترتيبات لحتى نلحظ هذا الشيء، أنه أنا تفوقت بمدرسة المتفوقين ورحت باتجاه الكيمياء مثلا، سأتفوق في مجال الكيمياء وأبدع في مجال الكيمياء، وخصوصا أنه كل علاماتنا بالأولمبيادات أو كل طلابنا عم يكونوا يعني بالمعلوماتية بالكيمياء بالمناظرات عم يكونوا جزء الأكبر أو يعني الحصة الأكبر من مدارس المتفوقين. فهذا لازم بالمستقبل إن شاء الله والأهالي يديروا بالهم أنه وين بده ابني يروح، وين بده صح هو يتفوق بمدرسة متفوقين وجاب علامات عالية، بس حيتفوق هنيك ويبدع أكثر. من البداية الطالب اللي فايت مدرسة متفوقين مرتب أموره حتى من الصف السادس، وأهله كمان مرتبين أمورهم. لكن الشيء اللي الحلو كتير انك تسأل الطالب انت ليش فايت على مدرسة المتفوقين. عنا استطلاع نحن سألنا الطلاب بمدرسة الدوما، واستاذ انت خلف الكواليس كنت عم تقلي ان مدرسة الدوما لها خصوصية خاصة كونها هي المدرسة كانت الوحيدة اللي بريف دمشق وتم استعادتها وعم تشتغل. شو وضع مدرسة الدوما؟ تم بعد تحرير مدينة دوما من أيدي العصابات الإرهابية تم استعادة تسمية مدرسة دوما للمتفوقين بمدينة دوما. بدأنا نحصد الثمار منذ العام الأول، بعض طلابنا في الأولمبياد حققوا جوائز رائعة، وإن شاء الله نطمح لما هو الأسمى إن شاء الله. إن شاء الله عم نجهز بناء جديد كأنه بمدرسة دوما لمدرسة متفوقين. يتم العمل على تجهيز بناء جديد لمدرسة المتفوقين. نعم. والإقبال شديد عليها، وهلا حنشوف الاستطلاع. سألنا الطلاب اللي جايين على مدرسة المتفوقين ليش جايين تسجلوا، ونشوف الإجابات. حمزة يحيى، جيت لأصبر بالمتفوقين لحتى أصل لطموحي. طموحي أنه أطلع أنا مخترع اختراع شغلات يعني ما اخترعوا العلماء أو حتى ما اخترع حدا. أنا بدي أصل لطموحي واخترع قلم بيكتب بالماء. من أي منطقة جاي؟ من دوما. بلشت بالاختراع؟ ساويت الاختراع؟ برجل آلي بلشت على كرتونة سويته، وطلع يعني شبه شوي بس أولي يعني عم بتعلم. كمان هاي بدي اخترع كمان شغلات ما حدا عرفها، يعني اكتشاف مثل كمان قلم. قلت لك القلم بيعمل بيكتب بالماء، وهاي ورجل آلي انه هاي على الكهرباء على الدارة. انا لين اسعد من حدثتها. ليش حبيتي ترشح حالك لمدارس المتفوقين؟ لا اصلا شغفي هو الطب وطب أطفال، لأنه بدي ساعد المرضى وبدي خليهم يتعالجوا.
أنا محمد أسامة محمود من دوما ودرست تاسع من المتفوقين وهلأ إن شاء الله تأهلت على المرحلة العاشرة الثانية. لقينا بالمدرسة المتفوقين هو الصرح العلمي اللي حيواكب كل طموحاتنا واللي بيراعي التميز اللي هلأ الشباب واصل له. لقينا إنه كل شيء متميز هنا وكتير المدرسة المتفوقين وكل شيء رائع متميز عم يواكب طموحاتنا إن شاء الله. أنا اسمي جودي بقى الفلاح من طلاب ثانوية المتفوقين. من أي منطقة جاية؟ من مخيم الوافدي. تحكينا رغبتك لترشحك لمدارس المتفوقين. أنا من لما كنت صغيرة يعني كنت شوف الطلاب المتفوقين على قناة التربوية السورية اللي بيطلعوا، فهيك صار عندي طموح أنه أنا ليش ما أكون مثل هدول مثلا، فهيك صارت رغبتي قوية، كل ما عم أكبر سنة كل ما عم تزيد رغبتي أكثر، وإن شاء الله ننقبل هلأ كمان بالصف العاشر على ثانوية المتفوقين، وإن شاء الله أدخل الاختصاص اللي بتمناه اللي هو الطب. طبعا نحنا هلأ مو شرط انه اي طالب من ثانويات المتفوقين يدخل اختصاص الطب او اختصاصات عالية، طالب المتفوق عنده رغبة اكبر تفكير، ممكن يبتكر شغلات غير الشغلات الموجودة حاليا، ممكن يعني يبتكر يخترع شغلات لساته ما شاهدنا هالإجابات الجميلة من طلابنا اللي هن واعيين وعرفانين ليش جايين على مدرسة المتفوقين ومخططين للمستقبل، وإن شاء الله أحلامهم بتتحقق ونشوفهم بأعلى المراتب. أستاذ ربيع، كلمة أخيرة لطلابنا اللي حيخوضوا غمار امتحان يوم الأربعاء، شو بدنا نقول لهم؟ أتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلبة المتقدمين إلى اختبار قبول المدارس المتفوقين للعام الدراسي، وأؤكد على مصداقية وموضوعية اختبار مدارس المتفوقين لهذا العام. أرغب بتسليط الضوء على الآلية التي يتم بها تنتيج اختبارات القبول بمدارس المتفوقين. يتم خضوع الطلاب لاختبار قبول بمدارس المتفوقين، بعد انتهاء الاختبار يوجد لجان مختصة بتغليف الأوراق، يتم تغليف أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب ووضع جدول خاص بهم وإرسالها إلى مركز الامتحانات، تلقائيا توضع على آلة السحب وتربط ببرنامج خاص لا تدخل أي يد بها ولا ينظر إلى اسم أو رقم أي طالب، توضع الأوراق كما هي، يتم سحب النتائج وتظهر النتائج تلقائيا ولا تدخل بدون تدخل أي يد بشرية، بس نضع الأوراق على الساحب تظهر النتيجة. يتم حسب تسلسل درجات تلقائيا وتصدر النتائج، ولا يد بشرية ولا محسوبيات ولا واسطة في مدارس المتفوقين إطلاقا. أنا لاحظت من بداية انتوا بالذات كمان خليتكم خاصة جدا
كونكم تربية خاصة. فخورين بوجودنا بهذا المكان أكيد. نعم، ونحن فخورين بأن استضفناكم بهالحلقة، ومثل ما وعدنا مشاهدينا إن شاء الله حتكون سلسلة من الندوات. بتشكر وجودك معنا أستاذ ربيع أحمد رئيس دائرة التربية الخاصة، والأنسة جورية دبور مديرية مدرسة المتفوقين في صحناء. كنتم ضيفين غاليين علينا. مشاهدينا في الختام، شكرا للذين أدخلوا الفرحة والسرور إلى عقولنا وقلوبنا، وأثبتوا بأن الشعب السوري متمسك برسالته الإنسانية والعلمية، فنحن السوريين يحق لنا الحياة. والشكر لما حققه قطاع التربية والتعليم من إنجازات، وكل الشكر للمعلم فهو شريك بالنجاح والتفوق، وكل التحية للمعلمين والأهل الذين رعوا التفوق والمتفوقين. نلتقي بكم في ندوة قادمة بإذن الله عن مدارس المتفوقين. إلى اللقاء.